ضب الشناتي للسفر لفلسطين صعب، لانهم ما بيحددوا لكم وزن الشنطه، يعني بتقدر تاخذها 10 شناتي وتنزل، وانا ما كذبت خبر. بس باول الطريق استسلمنا وجبنا سياره ثانيه للشناتي. المسافه سواقه ما بين عمان ورام الله بس ساعتين ونص، بس للاسف اجراءات السفر ممله وطويله، خاصه بالصيف بتفقع، لازم تمر بثلاث جهات امنيه، الاردن وبعدين الاحتلال وبعدها الفلسطينيه، وكل مره لازم الشناتي تتفتش وجوازات السفر تنختم وترجع تعتل الشناتي وترفعهم على الباص وتنزلهم وهكذا. الشناتي بسهولة ممكن تنساهم هناك أو حدا يلخبط فيهم وياخدهم، فالحل تربط عليهم يا إما قماشة أو جرافة وتدعي. بالعيد لما سافرت أختي هيك كان شكل الجسر فوق بعض الناس، أما هلأ فاضي وروقان. ركبنا الباص من فلسطين للأردن وبلش الباص فجأة يتحول لمصنع سجاير. القصة بالمختصر إنه السجاير بالأردن بالجمرك أرخص من فلسطين، أقل من نص السعر، وكل شخص بس مسموح ليحمل كروزين دخان، ولا هيك بيروحوا يجيبوا كروزين وبيشتوا الثالث والرابع الإضافي وبيجربوا يحملونا إحنا إياه. بضلهم يحكوا لك أنت مو شاري كروز، شو رأيك تحمل عنا واحد وأنا أدفع لك؟ طبعا أنا دايما جوابي لا. وهيك لحد ما نوصل عند الاحتلال، اللي أبع أبع واللي ربع ربع. في ناس الاحتلال والسلطة بيكتشفوا معهم كروزات زيادة وبياخدوهم، وفي ناس بنفدوا بريشهم. هلأ الدنيا عتمة بس مبدئيا كلها أراضي ومساحات فاضية على الحدود، هيك بنكون عم نقطع الحدود الأردنية الفلسطينية. وصلنا فلسطين وهلأ إحنا عن نقطة أمنية للاحتلال، هيك شناتي بيرموهم رمي وإنت من بين الكومة بدك تسحب شنتيك وإلا تنكسر لك شنتة أو تنتين. ليش؟ لأنه هدفهم يقرفوا حياتك فما ترجع تفكر تنزل على فلسطين. وهلأ ركبنا تاكسي من أريحة منطقة حدودية مع الأردن لرام الله، لازم نستنى يتعبى ركاب، ممكن نستنى 10 دقايق وممكن ساعتين، إنت وحظك. بس بفضل الله وصلنا وكله كله مستاهل، حضن سيدي وأهلي والمنقوشة والسهر وريحة البلاد، والله كله بيستاهل. عقبال كل مشتهي. سيدو يا حبيبي.